بنسبة 90% من الألعاب قادمة من وحي الخيال ومندمجة مع الواقع. ألعاب البقاء القيد الحياة بقت هي المسيطرة بشكل كبير جدا في عالم الألعاب، وبقت لها شعبية وجمهور كبير جدا. اليوم لعبتنا من ضمن ألعاب البقاء القيد الحياة والعالم المفتوح بعد نجاحها في النسخة البيتا الخاصة بالبي سي، وحاليا تم الإعلان الرسمي للنسخة الخاصة بالهواتف، لعبة وانس هومان موبايل. Repeat after me, word by word, aloud or silently in your head. I've never seen a dancing butterfly. Then close your eyes and wait until I count to three. One. اهلا بكم شباب مع لعبة وانس هومان من الالعاب البقاء على قيد الحياة، ودي تحط تحتها مليون خط، يعني هتعيش في جو من المغامرات الرهيبة جدا. هيتطلب منك النجاة من اجل الجوع والعطش واحيانا الموت. هيتطلب منك انك تعيش، وعلشان تعيش يبقى لازم تبحث عن موارد، وعلشان تعرف تجيب موارد يا صاحبي يبقى لازم هيقابلك صعاب وصراع كبير جدا بينك وبين الوحوش والزومبي وحتى الاشخاص اللي موجودين. نتكلم بقى على الاعلان اللي نزل خاص بنسخة الهواتف، وده اول نسخة بيتا هتنزل لنسخة الهواتف المحمول. الهواتف بمعنى الاندرويد والاي او اس، يعني الاثنين هينزل على الاندرويد وعلى الاي او اس، تمام يا شباب. وهو تم تحديد الميعاد اساسا، يعني يوم 28 مارس اللي جاي هينزل للهواتف. اللعبة هتنزل للهواتف يوم 28 مارس يا شباب، بس طبعا هتنزل على 4 دول. معنى اللي تنزل على 4 دول معنى اللي انت هتشغل في بي ان، ده حاجة معروفة. والاكتر من كده ان اللعبة هتحتاج هواتف قوية، يعني لان اللعبة احتمال كبير جدا تنزل مساحة كبيرة، يعني تبقى صغيرة، تمام، على الرغم اللي هي نسخة بيتا، بس برضه هتحتاج هاتف قوي تنزل عليه. انت عارفين نسخة البي سي اساسا اللعبه نازله 70 جيجا لنسخه البي سي، ودي نسخه بيتا في نسخه البي سي، يعني 70 جيجا على نسخه بيتا، واللعبه مش كامله كمان، تمام. فهي اللعبه هتبقى احتمال كبير جدا تنزل بمساحه كبيره. طبعا هو لسه ما تحددش الاسكان مثلا هيخصصوا هواتف معينه ولا لا، او حتى المساحه اللي هتنزل على الهاتف، ولسه ده ما تحددش. احنا نتكلم على الاعلان اللي نزل اللي هو يوم 28 مارس اللي جاي. اللعبه هتبقى اول تسجيل مسبق. طبعا انا هسيب لك رابط الموقع في اول تعليق مثبت، رابط الموقع هيكون في اول تعليق مثبت. اللي حابب يسجل في النسخه هيدخل على الرابط ويعمل تسجيل مسبق للنسخه البيتا اللي هتنزل ان شاء الله يوم 28 مارس. Thank you.
وفي النهاية يا صاحبي ما تنساش دعمك ليا باللايك وعمل اشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية كتيرة جدا. اشوفكم على خير وسلام.